السلام عليكم ومرحبا بكم. نتكلم اليوم عن البوابات النجمية ما بين الحقيقة والخيال. وقبل البدء نرجو من سيادتكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم. لنبدأ. رأينا في الفيديوهات السابقة حقيقة السفر عبر الزمن من الناحية العلمية والدينية، وكشفنا اللثامة عن أهم النقاط التي يرتكز عليها أصحاب هذا الزعم والإدعاء، وبينا أنه من غير الممكن السفر عبر الزمن، لا إلى الوراء ولا إلى الأمام، لا إلى الماضي ولا إلى المستقبل. وأشرنا في الوقت نفسه على وجود أدلة دينية تفسر ظاهرة الانتقال الآني ما بين نقطتين متباعدتين ولكن في نفس الزمن، وقد ورد ذكرهما في ديننا الحنيف في القرآن والسنة. الأول يتعلق بنقل عرش بلقيس، والثاني قصة الإسراء والمعراج. ومن خلال هذه الحقيقة يتضح لنا بأن صورة التنقل الآني ممكنة، وهذا التنقل مهما كانت كيفيته فلا بد أن يتم عبر بوابة أو مدخل معين بطريقة معينة. وهنا أعيد وأكرر أنه لا يوجد السفر عبر الزمن، ولا توجد عوالم أخرى متعددة، ولا يوجد فضاء كوني، وإنما يوجد بالفعل تنقل آني من نقطة ما على الأرض إلى نقطة أخرى على الأرض في نفس الزمن وبسرعة كبيرة جدا. الشرطين الأساسيين للانتقال الآني نفس الزمن أو التاريخ أو الوقت، وكذلك وجود سرعة كبيرة جدا أسرع من كل سرعة نعرفها اليوم. وهنا قد يسأل أحدكم كيف عرفت هذين الشرطين وما هو سندك العلمي أو الديني في ذلك؟ فأقول من خلال قصة نقل عرش بلقيس، إذ أنه من المعروف أن بلقيس كانت في سبأ باليمن، وسيدنا سليمان عليه السلام في بيت المقدس في فلسطين، والمسافة كبيرة جدا تقدر بحوالي 3000 كيلومتر بتقريب. وحسب القانون الفيزيائي فإن المسافة تساوي السرعة في الزمن. وهنا نجد حسب نص الآية الكريمة أن عملية النقل كانت قبل أن يرتد الطرف، ومعناه حسب علم البصريات الشعاع القادم من أي جسم إلى العين. وهنا في هذه الآية الكريمة قال الذي عنده علم من الكتاب لسيدنا سليمان عليه السلام أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أي يعود إليه ويرجع إليه الشعاع المنعكس من ذلك الشيء وتراه العين. وأقرب مسافة معقولة لارتداد الشعاع إلى عين سليمان عليه السلام من أقرب الجالس إليه باعتباره ملك لا يكون أقل من 3 أمتار، تزيد أو تنقص بقليل. التحدي هنا ما هو؟ هو نقل عرش بلقيس مسافة 3000 كيلومتر قبل وصول شعاع الضوء من مسافة 3 أمتار إلى عين سليمان عليه السلام. وهنا حسب القانون الفيزيائي السابق السرعة التي تساوي المسافة على الزمن، فإن المسافة معلومة 3000 كيلومتر، والسرعة لنفرض أنها معلومة وهي السرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية. إذن الزمن هنا ماذا يساوي؟ يساوي المسافة على السرعة، ومنه زمن الارتداد يساوي المسافة بين العين والجسم المنعكس منه الشعاع على السرعة التي تمثل سرعة الشعاع، والتي تساوي 3 أمتار 3 متر على 300,000 كيلومتر في الثانية. والناتج والحاصل هو الزمن الذي يساوي جزء واحد من 100 مليون جزء من الثانية الواحدة. نعوض الناتج في المعادلة الخاصة بجلب العرش التي تقول سرعة جلب العرش تساوي المسافة المقطوعة بين القدس وسبأ على زمن الارتداد الخاص بالطرف، والتي تساوي 3000 كيلومتر على الناتج السابق الذي هو 1 على 100 مليون ثانية. إذن فهو ينقله بسرعة تفوق سرعة الضوء بمئة مليون مرة عند التساوي، لكنه قال في الآية الكريمة قبل أن يرتد، قبل، إذن فهو ينقله أسرع من هذا التقدير بكثير. والشاهد هنا أن الذي عنده علم من الكتاب لم ينتظر الإجابة بل نفذ مباشرة، لذلك كان السياق متصل. قال تعالى أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. إذن
إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج نقطتين أساسيتين، هما سرعة نقل العرش أكبر بكثير من أي سرعة نعرفها الآن، وثاني الأشياء مفهوم أينشتاين أصبح خاطئ عندما قال إن أعلى سرعة هي سرعة الضوء. وهنا تتضح لنا الكثير من الأشياء ليس هذا موضوعها، سنتكلم عنها لاحقا. ومن هذا إن نقل العرش كان نقل آني في نفس الزمن عبر منفذ أو معبر أو بوابة أو وسيلة أو طريقة معينة، وهذا هو صلب موضوعنا وصلب حديثنا. إذن لا أحد يستطيع الجزم بمعرفة البوابة أو المعبر الذي يمكن من خلاله التنقل آنيا من مكان إلى مكان، لأنه لا يوجد على الأرض أمكنة كهذه، وإنما توجد طريقة للتنقل الآني. طريقة. الدليل على أنه توجد طريقة وليس مكان للتنقل الآني هو القصة الثانية كذلك، الخاصة بالإسراء والمعراج، والثابتة والمشروحة في كتب السنة، والتي تتمثل في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على دابة تسمى بالبراق. وهنا تم ذكر طريقة التنقل الآني، ذكر طريقة التي كانت بواسطة الدابة المسمى البراق. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فراكبته حتى أتيت بيت المقدس. وأخرجه كذلك البخاري من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما، وفيه كذلك معراجه صلى الله عليه وسلم إلى السماء وما جرى فيها، ثم عود بعد ذلك إلى موضعه بمكة. الشاهد هنا وجود دابة، إذ لو كان الأمر يتطلب مكان معين لكان كذلك، لكن ثبتت الطريقة ولم يثبت المكان. وحتى في المثال الأول في نقل عرش بلقيس فقد أثبتت طريقة تنقل ولم يذكر المكان. ومن كل هذا نستنتج أن حسب ما يقول بعض المتفلسف اليوم من وجود أماكن معينة بها بوابات تقود إلى عوالم موازية أو أكوان أخرى أو إلى الفضاء أو إلى أماكن أخرى من الأرض، أن تلك الأماكن عبارة عن بوابات أطلق عليها اسم البوابات النجمية لما ذكرناه سابقا، أن هناك صراع بين القوى العظمى للسيطرة عليها، وأنه قد تم في عدن مثلا تواجد قوات عديدة تقوم بحراسة تلك البوابة المتواجدة هناك من أي غزو فضائي محتمل، وأنه كل هذا كلام لا أساس له من الصحة، فانتبهوا له وركزوا في الكلام. فهذا المصطلح البوابات النجمية ظهر أولا في أفلام الخيال العلمي خلال القرن الماضي، واشتهر القول فيما بعد حول البوابات الكونية التي تعرف بالبوابات الأرضية التي تسمح بالانتقال بين جميع أماكن الأرض، وذلك التنقل يكون عن طريق عملية عبر الثقوب السوداء أو الثقوب الدودية، وهذه البوابات تنتج نتيجة اختلال في الزمكان الفضائي وتغير القوى المغناطيسية وانعكاسها على أماكن معينة من الفضاء والأرض. أهم تلك الأماكن حسب ما يقولون والتي بها بوابات نجمية على الأرض هي بوابات أبو سير عند الأهرامات بمصر، وتسمى البوابة النجمية الفرعونية، وهناك البوابة النجمية في العراق وسريلانكا في أشهر المعالم الأثرية راماسو أوريانا، وفي البيرو بالقرب من بحيرة تيتيكاكا المقدسة لدى الشعب الإنكا، وفي بوليفيا في أشهر معالمها بوما بونكو، وفي أمريكا عند بحيرة ميشيغان، وفي منطقة سيدونا، وفي عدن باليمن وبالقرب من شاطئ البحر المقابل جزيرة سومطرة، وفي الصومال، وفي مثلث برمودا، والعديد من الأماكن حسب ما يقولون، وكلها مجرد كلام وفقط. هنا نقول إذا كانت هذه الأماكن هي بالفعل كما يقولون عنها، أين الدليل عليها؟ لماذا لم يتم العبور منها اليوم أو الأمس أو ما قبل الأمس أو في تاريخ ما مضى؟ لماذا لا يوجد دليل على ذلك؟ والجواب هو أن كل هذا مجرد تضليل وفقط، لا وجود لها أصلا. خلاصة القول، هذه الإدعاءات كان الغرض منها إشغال الرأي العام في فترة من الفترات بالعالم الافتراضي الفضائي التخيلي، وكان الهدف منها توسيع مجال القول بالفضائيين وغزو الأرض، وأن المهمة هي الدفاع عن الأرض بكل قوة، تماما مثل ما يتم التصريح
به بين الفينة والأخرى عن كويكبات وأجرام ستضرب الأرض قد تم التصدي لها وعرقلت في مسارها أو تم تدميرها لتبقى دائما تحت هذا الوهم، ولا تنتبه للمعادلة القائلة أن السيطرة تساوي الوهم في مجموع ثروة زائد القوة. السيطرة تساوي الوهم في مجموع ثروة زائد القوة. في الأخير ليس كل ما يقال حقيقة وليس كل ما يروج له واقع ملموس، فاحذروا وانتبهوا. من لديه سؤال أو استفسار يترك ذلك في التعليقات. شكرا لكم والسلام عليكم.